مع اقتراب شهر رمضان المبارك ما زالوا نجوم الدراما مشغولين بتصوير مشاهدهم لمسلسلاتهم، ومن بينهم ياسمين صبري اللي راح نتابعها هالسنة بمسلسل حكايتي، ومن المتوقع أنه ينتهوا من تصويره بعد أسبوعين، وهيك بيكونوا من أوائل المسلسلات يلي ودعت أماكن التصوير قبل حلول شهر رمضان. بس انشغال ياسمين بالمسلسل ما وقفها عن نشاطاتها الاجتماعية الأخرى، فهي استلمت مهمة جديدة من بعد تنصيبها كسفيرة للمرأة الإفريقية خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة يلي صار بمصر. وبهالحدث كثير لفتت الأنظار بإطلالتها الفورمال مع بلاك بانتس وبلاوس مع تشيكرد بليزر، وكانت كثير طالعة إليجنت وكلاسي بهالستايل. بس طبعا خبر تنصيبها كان هو الأهم، وإحنا كنا موجودين وقابلناها عشان نفهم أكثر عن مهمتها الجديدة بعد استلامها هالمنصب. لو أقدر يعني أعمل أكثر بكثير من اللي أنا عملته مع حملة أنت الأهم للمرأة، إن شاء الله يبقى يكون عندي الوقت، وأكثر حاجة الوقت. بصراحة أنا بحس ان الواحد لو معاه وقت اكتر كان عمل حاجات اكتر بكتير. ومن اكتر الاشياء اللي راح تركز عليها هو المساهمة بمنح حق التعليم للمرأة وعدم التساهل مع العنف ضدها والحصول على كل حقوقها. Promise as an Egyptian African girl to always do my best in my career and in my life and be an inspiration for all the young girls. Thank you very much. وحتى إذا طلب منها أنها تسافر على مناطق بأفريقيا راح تكون جاهزة. إن شاء الله فيه، بس أنا حاليا بصور، فخلص التصوير بتاعي ونبتدي بقى نركز في السفريات. وصار معروف إنها للحين ما انتهت من تصوير مسلسلها حكايتي اللي راح يتابعها الجمهور برمضان على MBC4. حكايتي حاجة يعني كانت حتة من قلبي، وأتمنى إن أنا إحساسي يوصل، لأن أنا فعلا حطيت فيه واستثمرت فيه بكل إحساسي، وإن شاء الله يوصل للمشاهد وإن شاء الله يعجب. دم أبويا غالي يا ابن عمي. وياسمين أيضا قدرت تشد الناس بالبوستر، وبما أنها بتقدم دور مصممة أزياء فشفناها بالأفيش الرسمي على ماكينة الخياطة. وهالمشاهد اللي بتشوفوها حصلنا عليها حصريا من مصور البوستر شريف أمر اللي خبرنا عن كواليس التصوير. خدت بريف بالموضوع إن هي ليها علاقة بشكل البوسترز جوه المسلسل. عملنا شوت حلو لأن اليوم كان حلو واللبس كان حلو، الحدوتة نفسها أنا عشان يمكن بحب الفاشن وشغفي للفاشن حلو، خلينا نطلع فيه حاجات حلوة يعني. في كيمستري ما بيننا في الشغل، فيعني الحقيقة بنطلع حاجات حلوة جدا، وهي بتديني مساحة إن أنا يعني أديها أفكار. لما بقولها إيه رأيك نعمل كذا تقولي يلا. ولما نزل البوستر تداوله فانز ياسمين بشكل جدا كبير على السوشيال ميديا، لدرجة إن هاشتاك حكايتي وياسمين صبري صاروا ترند بذاك الوقت. نجاح بوستر حكايتي بالنسبة لي كان مفاجأة يعني كبيرة، لأن هو جاب فيدباك أكتر من المتوقع، فيعني الحمد لله. على العموم كثير حلو البوستر وفيري ارتستيك، يعني خصوصا اللون الاحمر اللي لايق عليها وهو من الوانها المفضله. لكن اذا لاحظتوا انه هذا اللوك كثير مختلف عن اللوك اللي شفناها في بالبرومو، واللي كانت مش كثير جلامرس، يعني كانت لابسه ملابس عاديه، وبتبين انه راح تبتدي القصه وتكون يمكن فقيره، بعدين ما تطور الاحداث راح تغير من ستايلها. وعلى فكره خلال تصوير البوستر المصور اخذ اكثر من لقطه لياسمين بديفرنت انجلز، بس للاسف مو كلها حتنعرض. للاسف